مقطع اليوم راح نتكلم عن مدينة غريبة موجودة في باكستان، المدينة المدفونة، المدينة اللي اختفوا فيها سكانها في ظروف غامضة جدا، وصار حول هذا الموضوع الكثير من القصص والروايات والأساطير. خلونا نتعمق ونتكلم أكثر حول هذا الموضوع. وقبل لا نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي وخلونا نبدأ. مدينة موهينجو دارو أو زي ما يسمى بتل الموتى. المدينة هذه تقع في وادي هندوس جنوب شرق باكستان. المدينة المدفونة هذه من أغرب المدن حول العالم. مدينة موهينجو دارو بنيت في القرن 26 قبل الميلاد. المدينة هذه كانت موجودة ومدفونة تحت الصحراء لمدة 3700 سنة إلى عام 1922 لما اكتشفها العالم الأثري الهندي راخال داس. راخال داس هو خبير في الحضارة الهندية القديمة، كان دوره مهم جدا في اكتشاف المدينة المدفونة اللي كانت تحت الصحراء. الروايات حول المدينة تقول إنه المدينة اختفت فجأة وبدون سبب. وبعد اكتشاف المدينة هذه الباحثين والعلماء وجدوا عدد من رفات العظام لسكان المدينة هذه وهم مستلقيين في الشارع. والغريب في الموضوع انهم وجدوا بعض الهياكل العظمية وهم يعانقوا بعض. كمان اكتشفوا انه الكثير من الاشخاص اللي كانوا موجودين في هذه المدينة جثثهم وهياكلهم العظمية كانت مصابة بالتسمم الاشعاعي. ليش في كثير من الأشخاص والهياكل العظمية مستلقية في الشارع؟ وليش كان في مستويات عالية جدا من النشاط الإشعاعي؟ هل كان العلم والتطور في القدرات النووية متطورة أكثر من زمننا الحالي في القرن 26 قبل الميلاد؟ كيف كان يوجد إشعاع نووي؟ هل كانت تحدث حروب ذرية نووية قبل قرون من زمننا الحالي؟ ووفقا لهذه الأساطير الأشخاص اللي نجوا من هذه المأساة فقدوا شعرهم ثم أظافرهم، وكل هذا يتزامن مع معرفتنا الحالية حول الآثار الناتجة عن التسمم الإشعاعي والتلوث الإشعاعي الذي يسببه الانفجار الذري أو انفجار قنبلة نووية. ويقال أن موهينجو دارو كانت عاصمة مملكة راما العظيمة أو إمبراطورية راما. الأسطورة تقول أن إمبراطورية راما قصفت نوويا إمبراطورية أتلانتس، وإمبراطورية أتلانتس قصفت مدينة موهينجو دارو بالقنابل النووية، مما أدى إلى تدمير الإمبراطوريتين بالكامل. ولما وصلت الحفريات الأثرية في موهينجو دارو لقوا في شوارع المدينة هذه 44 هياكل عظمية مستلقية في شوارع المدينة، وفي بعض من الأشخاص اللي كانوا مستلقين في الشارع يحضنوا بعض وبعضهم ماسكين أيادي بعض، وهذا الشيء يؤدي إلى إنه الأشخاص عانوا من موت عنيف جدا، وكأنه الأشخاص اللي حاضنين بعض وماسكين يد بعض على علم بأنه شيء خطير بيحدث لهم، فكلهم كانوا موجودين في الشارع وكأنهم على دراية بالشيء اللي رح يصير، كأنه هذه آخر لحظة من لحظات حياتهم، فحضنوا بعض ومسكوا أيادي بعض، شيء غريب جدا. وجد الباحث الهندي ديفيد دافنبورت دليل على إنه الانفجار كان كبير جدا ويغطي حوالي 45 متر، وتبين أن الصخور والأشياء الموجودة حول المنطقة هذه ذابت عند الوصول إلى درجات حرارة عالية جدا 1500 درجة حرارة مئوية لتصبح مادة تشبه الزجاج. وتم العثور على الآلاف من الحجارة السوداء ذابت بسبب الحرارة الشديدة. ديفيد قال أنه ما تم العثور عليه في موهينجو دارو مشابه تماما للأشياء التي حدثت في هيروشيما وناغاساكي خلال التفجيرات النووية، كانوا مشابهين لبعض. وفي كتاب مقدس هم يقدسوه في الهند مذكور فيها الأشياء التي حدثت في هذه المدينة، وبعض الأشخاص يقولوا أن الأشياء المذكورة في هذا الكتاب مقتبس عن الشيء اللي حدث في هذه المدينة، وفي بعض الأشخاص يقولوا أن هذه كارثة طبيعية حدثت بسبب الزلازل والفيضانات والبراكين. فيضان ضرب المدينة وبعدها زلزال ضرب المدينة مما أدى إلى دفن المدينة تحت الصحراء. طيب خلينا نقول ان النظرية هذه صحيحة. طيب والاشعاع النووي اللي لقوه والاشخاص اللي كانوا ماسكين يد بعض وحاضنين بعض، هل هم كانوا على دراية انه الزلزال جاي والفيضان جاي؟ ما اعتقد. وطول السنوات هذه الهياكل العظمية اللي وجدوها ليش ما تحللت؟ وفي احد الاشخاص الساكنين قرب المدينة هذه قال قصته كانت قصة غريبة جدا. باقی اسی کی لکھائی جو ہے نا مذہب جو ہے نا ابھی یہ دیکھیں یہ ہمارا کان یہ کٹا ہوا ہے کیونکہ ہمارے مسئلے ایسے ایسے بھوتوں کے ساتھ میں
بائک پہ لے کے آتا تھا تو بائک پہ اٹھا کے انہوں نے ایک نہر تھی اس میں پھینک دیا نہیں بس اللہ کا شکر ہے اللہ اللہ کرنے والے ہیں تو میں سائیکل پہ چھوٹا تھا سائیکل پہ آتا تھا جب ہی میں ایشار ایریا پہ اوپر میں چڑھ گیا تو بالکل جیسے ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی تھیں ایسی شادیاں تھیں ان کی تو شادیاں ہوتی تھیں ان کی انہوں نے کہا بھائی بیٹھو کھانا بانا کھاؤ یہ کرو میں نے کہا بھائی میں نے کھانا بانا کھایا ہے اور آپ لوگ کھائیں تو ایسے ڈانس کا پروگرام ہوتا تھا میں نے کھانا بالکل نہیں کھایا جب نیچے میں وہ ٹیلے کے گھر سے آ رہا تھا تو آگے ایک آدمی کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا بھائی آپ مہمان ہیں ہمارے کھانا بانا کھا کے پھر جاؤ پھر میں نے کہا تو ایسا نہیں کرو یار مجھے جانا ہے ضرور پھر میں نے انہوں کو آواز چھوڑ کے پھر میں چلا گیا گاؤں جیسے شادی بیاہ ہوتا ہے وہ کھانا پینا پکاتے تھے بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے شہروں میں ہوتی ہے شادی وغیرہ ایسے ہی ان کے مگر ان کے قد جو ہیں وہ چھوٹے ہاتھ بالکل چھوٹے ہیں ایسے میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھے قد چھوٹے ہیں بالکل کھانا پینا وہی بالکل گانا بجانا ایسا ہی ہوتا ہے جب میں چھوٹا تھا جو 15-16 سال کا تھا میرے ساتھ لڑکی آگے سو گئی میں نے کہا پتہ نہیں کیوں آگے سو گئی ہے میں نے صبح کو سب سے پوچھا بھائی ہمارے ساتھ کیوں رات کو آئے سوئی تو ادھر دور ہے ایسے آپ کے ساتھ کیسے سوئی وہ اپنے گھر میں سوئی ہوئی ہے پھر میں نے ان سے پوچھا آپ آئی تھی رات کو ہمارے گھر أنا ما أدري عن صحة هذه القصة لكن الله أعلم ممكن تتوقع أي شيء المدينة هذه ظلت لغز محير لجميع العلماء والباحثين وإلى الآن ما حد يقدر يعطينا نظرية صحيحة وتفسير منطقي حول ما حدث في المدينة هذه أعطوني نظرياتكم وآراءكم وتفسيراتكم المنطقية حول هذا الموضوع بالكومنت شكرا لكم على المشاهدة أدري أني تكلمت بالعربية الفصحى مرة كثير لأنه المقال كان مكتوب بهذا الشكل فما بغيت أني أضيف من عندي شيء فنقلت لكم زي ما كان مكتوب بالمقال هذا شكرا لكم على دعمكم للمقاطع السابقة وشكرا لكم على اشتراككم في القناة أشكركم أيضا على مشاهدة هذا المقطع وإلى اللقاء.